حييكم مشاهدينا أحلى تحية من قناة الفجيرة بحلقة جديدة ووصفة جديدة من برنامج ملح وسكر. هالبرنامج بيحكي عن أكلات شرقية غربية عالمية، طبق مالح وطبق حلو. أما اليوم عنا طبق المالح، هو طبقنا الرئيسي، هو أرز بالفول الأخضر مع الشبت، يعني كتير لذيذ وطيب. وطبقنا الثاني مدلوقة بالقشطة، مدلوقة بالقشطة كتير لذيذة كمان وطيبة. وفي سياق الحلقة بتشوفونا كيف بدنا نعملها مع المكسرة. طبعا عندنا طبق الأول هو أرز بالفول الأخضر، بس قبل ما نبتدي خلينا نطلع نشوف المقادير. مقادير رز بالفول الأخضر: 1 كيلو فول أخضر، 1 كيلو رز، 50 جرام كزبرة خضراء، 100 جرام بصل، 50 جرام ثوم، 10 جرامات ملح، 5 جرامات فلفل أسود، 5 جرامات هيل، 10 جرامات بهارات مشكلة، 100 ملليلتر زبدة وزيت نباتي، 10 جرامات صنوبر محمص، و10 جرامات لوز محمص. طبعاً من بعد ما شفنا مقادير طبختنا الأولى خلينا نقول بسم الله ونبتدي فيها. طبعاً ولعنا النار مثل ما شايفين، نار ولعانة. بدنا نحن نقلي هلا. طبعاً أرز بالفول الأخضر، أول شيء بدنا نبلش نحط طبعاً الزبدة والزيت. هيدي الزبدة والزيت كمان، مش كتير، شوية. وبدنا كمان مثل ما شايفين خليها شوية تسيح الزبدة مع الزيت. عندنا هوني الثوم مفروم، بدنا نسقط عليهم الثوم المفروم ونقليهم بهالشكل. عندنا كمان هوني مثل ما شايفين بدنا نضيف عليهم بس شوي هيك، بس شوي هيك ياخذوا بعضهم الثوم مع الزيت مع الزبده. بدنا نسقط عليهم البصل، هذا البصل المفروم بهالشكل، ونحرك بهالشكل، نحرك فيهم مشان لا يدبلوا. هوني عندنا نحن طبعا الرز، هوني فينا نعمل رز بصمتي، رز امريكي، اي نوع من انواع الرز فينا نعمله بهالشكل. بس اول شيء بنغسله مزبوط وبنرجع مرتين منشان يروح النشا منه، وبعدين بنرجع بنخليه منشان نطبخه مع هالرز بفول الاخضر. هلا عم نقلي البصل الثوم. هلا نحن بدنا نحط شوية كزبرة خضراء، وبدنا نحط كمان شوية شبت أخضر معهم، كتير بيطلع كتير لذيذ وطعمته طيبة بهالشكل. هلا عنا نحن هوني مثل ما شايفين البهارات مشكلة. البهارات المشكلة هي كزبرة ناشفة، جوز الطيب، البهارات المشكلة، بهارات حلوة يعني مثل ما بتعرفوا. بدنا نضيفهم عليها هذا البهارات خصوصي لهالأكلة الطيبة. وعندنا كمان هوني هيل مطحون، بنحط لهم كمان ملعقة صغيرة هيل مطحون. وعندنا هوني كمان شوية فلفل أسود، لازم نحط لهم شوية فلفل أسود وملعقة ملح عليهم. وصار عندنا طبعا هالتتبيلة الطيبة. هلا بدي أنا سقط الرز عليهم، هذا الرز بدي سقطه عليهم بالرز بهالشكل. رز بصمتي، فيكم تحطوا رز امريكي، فيكم تحطوا اي رز انتم
بدكم اياه حسب ما تكونوا تحبوا هيك بهالشكل. هلا انا بدي شيل هلا الاشياء اللي ما بدي اياها من دربي. هلا هوني مثل ما شايفين عم نقلب الرز هيك نقلبه منشان لحتى يتشربوا هلا طعمي اللذيذي لكم احلاها. شوفوا كيف صاري حلو هذا هلا الرز بالفول. هلا بدنا نحن نحط لهم مرق دجاج. بنحط لهم مرق دجاج بهالشكل. حطينا لهم مرق دجاج وبدنا كمان مثل ما شايفين لحتى تغلي بدي اياها تغلي شويه لحتى صقت الفول عليها. وهذا فول الاخضر طبعا بتجيبوه من السوبر ماركت. هو فول اخضر بس مقشور يعني القشري عاده الفول بيكون القشري قاسي شوي يعني ما بتستوي مزبوط. بس انا بفضلها بدون قشري بتكون لذيذه وطيبه. بس تغلي شوي بنسقطهم بتضل الحبه زي ما هي. هلا هوني بلشت تغلي شفتوا كيف ريحتها طيبه كثير بهالشكل. هلا صار فيني سقطهم كلهم سوا طبعا مغسول الفول. شوفوا كيف صار هالفول رز بالفول الاخضر عظيم هيك هيك فول اخضر مع الرز روعه. طيب هلا بدي غطيها انا على القليل بدا 20 دقيقه منشان لحتى تستوي وتصير جاهزه للاكل. على القليل بدا 20 دقيقه. طبعا اعزائي المشاهدين بهالفتره خلينا نطلع فاصل وبنرجع نتابع حلقتنا معكم. تحتوي الحلويات الدمشقية أشكال وأنواع كثيرة وتعد من ألذ وأشهى الحلويات في الشرق والتي اشتهرت بتحضيرها مدينة دمشق في سوريا منذ القرن 19 وتتميز بطعمها اللذيذ وبغناها بأنواع المكسرات مثل الفستق الحلبي واللوز والجوز. ويدخل في صناعة الأنواع الفاخرة منها السمن البلدي الأصلي ومن أهمها الكنافة المدلوقة والتي تعتبر ذات مذاق رفيع وغني بالقشطة البلدية والمكسرات الشامية. وهي من الحلويات التي تعتبر سهلة التحضير والتي تزين موائدنا بجمال ألوانها وروعة مذاقها. طبعا أعزائي المشاهدين من بعد ما طعنا فاصل صغير ورجعين شفتونا كيف حطينا الرز بالفول الأخضر على النار وتركناها على نار هادية منشان لحتى طبعا تستوي على مهلها. أما هلأ بدنا نعمل طبق الحلو. طبق الحلو وهو مدلوقة بالقشطة. قبل ما نبلش خلينا نطلع نشوف المقادير. مقادير حلى الكنافة المدلوقة. لتحضير المدلوقة 500 جرام سميد ناعم، 100 جرام سكر، 50 جرام زبدة و100 جرام فستق حلبي مطحون. لتحضير القشطة نصف لتر حليب، 100 جرام قشطة، 100 جرام سكر و50 جرام نشا، 5 جرامات فانيليا و10 مللتر ماي الزهر وماي الورد. طبعا بعد ما شفنا المقادير خلينا نعمل السكر. بدنا نحن هوني
نحرق السكر منشان لحتى يصير لونه بني، يصير لونه بني، بس بدنا نحط عليه شوية مي مش كتيرة لأنه لازم يصير معنا كراميل. هيك بهالشكل. هلا منشان يصير معنا كراميل لازم دايما بتحطوا شوية مي خفيفة منشان لحتى ما يحترق السكر. هيك بهالشكل، هيك عظيم. خلينا نحن هلا نشوف. طبعا بدنا السكر يصير كراميل مش يصير اسود، يعني اهم شيء طبعا يكون. لنشيل نحن صحن من هون نحط عليها، دائما يكون هيدي الملعقه تكون بصحن. هلا بس طبعا الكراميل يصير لونه ذهبي، ساعتها بدنا نجيب مثل ما شايفين عندنا السميدي بنسقط عليها، وطبعا وبنحط لها كمان شويه ماء الزهر وماء الورد على هذا السكر كراميل مشان يعطينا هالنكهه اللذيذه. هوني الفول الاخضر عم يستوي على نار خفيفه. ليكو هالفول ما احلاه، روعه. هلا بدنا نسكر عليه، خلي يضل على نار خفيفه يستوي. هلا نحن هوني السكر بدنا يا كراميل ما شايفين هيك. هلا بدنا نحن مثل ما شايفين بدنا تحمر شوي السكر، بعد ما يحمر السكر نرجع بنحط السميدة عليه بهالشكل، بعدين بنرجع فينا نحن نسكبه بهالجاط ونرجع بنزينه. هيدي المدلوقة تنعمل ببلاد الشام، بلبنان، بسوريا، بالأردن، بأي أكلة معروفة جدا. هذه المدلوقة كتير لذيذة وطيبة، كتير بح الناس بتحبها لأنها هيك خفيفة مش إنه تقيلة وكذا، يعني لهالسبب مثل ما شايفين يعني بدأ شيء بسيط. بعد منشان لحتى على فكرة إذا حطيتوا السكر لتحرقوه ما تتركوه، لأنه إذا احترق خلص بمرمر وخلص بقاش ينفع لأي شيء. بدنا ندلق عليه السميدة بهالشكل ونحركه مزبوط منشان لحتى يصير لونه شوي ذهبي. هلا بدنا نحن شوي نحركه بهالشكل. طبعا اعزائي مثل ما شفتوا صارت لونها بني، بدي زيدها شوية مي خفيفة مي سخنة منشان لحتى هيك تصير جاهزة. هيك بس مش بدنا زيادة منشان حبة حبة السميدة تتشرب مي والسكر المحروق فيها. ليكم أحلاها طرية كتير، يعني بتجني ولذيذة. هلا صارت تقريبا جاهزة. فينا نحن شوي هيك إذا لقيناها مش ناعمة فينا نضربها على الخلاط، فينا نضربها على الخلاط
على هذا الخلاط، وبعدين نسكبها بتكون صارت ناعمة وجاهزة هيك بهالشكل. هي المدلوقة بالقشطة لذيذة كتير وطيبة. عظيم. هيك صارت. هلا بدنا نحن نحطها هي هون لانه مش بحاجه الها، وهلا بدنا نخفقها شويه مشان تصير ناعمه هالمدلوقه. هلا صارت تمام تمام. هلا بدنا نحن نحطه بهالشكل، هيك احلاها. هيك نحطها، ما تكون كمان بهالشكل. هيك بهالشكل عزقنا يعني، لا هي تكون سميكة ولا هي تكون رقيقة، يعني وسط. هيك بهالشكل. كتير مستوية حبة السميدة. هلا سويت بهالشكل. هلا أعزائي المشاهدين، لحتى تبرد شوية خلينا نطلع فاصل قصير ومنرجع. طبعا اعزائي، بعد ما طلعنا فاصل صغير هون، فينا نحن طريقتين، فينا نعمل مهلبيه بالقشطه، فينا نعمل مهلبيه بالقشطه، وفينا كمان نعمل قشطه جاهزه. يعني يلي ما عندهم مثلا قشطه جاهزه مثل هيدي قشطه بلديه، فينا مثلا نعمل قشطه اصطناعيه، مثلا نجيب حليب وكريمة وفانيلا، وبعدين بنرجع نجيب سكر ونشا وبنضربهم على المكنة طبعا على النار، الحليب والنشا كلهم على البارد بنحطهم، وبنرجع طبعا نحطهم كلهم سوا على وجهها، بيكون هيدي قشطة اصطناعية. وإذا كان عندكم أنتو مثلا بتجيبوا قشطة من السوق بلدية، يعني موجودة بالسوبر ماركتات عادي، ما فيش مشكلة. بأهم شيء انت تحطوا قشطة على وجه الله. فينا هوني مثلا، هوني هيدي الكريمة، فينا نحن نزينها شوية هيك ونرجع بهالشكل. فينا كمان حط لها كمان قشطة عليها وجه بلدي. هيك بهالشكل. هيدي يعني بتحسبوا أول هيك بهالشكل مشان لحتى يصير جاهز. هيك أوكي على 100%.
هلا بدي انا هوني هيدي القشطه البلديه البيضه، فيني كمان هيك حط شويه شويه عليها. هيدي كمان كتير طيبه. هيك يا أعزائنا المشاهدين، يعني هيدي القشطة كتير لذيذة وعلى المدلوقة بالقشطة يعني تعطيها كتير طعمة طيبة ولذيذة. هلأ هيك بهالشكل لك محلاها، شي روعة شي روعة. هيك خلاص، هلأ بدنا نحط فستق الحلبي. هيك هذا الفستق، فستق حلبي عليها. هذا بيكون طبق مدلوقة بالقشطة. هيك روعة. طبعا اعزائي هلا بدنا نسكب الفول، صار جاهز. بينما لحتى نسكب، بعد ما نسكب الفول خلينا نطلع نشوف فوائد الفول. فوائد الفول: يمد الجسم بالطاقة اللازمة له، وايضا يساهم في تحسين عملية الجهاز الهضمي، بالإضافة انه يعتبر من افضل العلاجات المستخدمة لمرض السكري. يجدر بنا تناوله من مرتين إلى ثلاث مرات في الشهر. طبعاً أعزائي سكبنا الفول الأخضر، رز الفول، رز بالفول، وهلأ بدنا نزينه بشوية طبعاً قلوبات عليه هيك مشان هيك يكون لذيذ وطيب. هذا رز بالفول الأخضر أعزائي المشاهدين، وبيحط معه جات لبن زبادي على طبق جانبي. طبعا أعزائي المشاهدين عملنا رز بالفول الأخضر، وعملنا مدلوقة بالقشطة مع الفستق الحلبي، وهودي بيكونوا أطباقنا لليوم. طبعا انتظرونا بأطباق جديدة ووصفات جديدة من برنامج ملح وسكر، وإلى اللقاء، وباي باي.